كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وزي طبعا كل عيد عنا الكعك والأقراص وكل هاي الشغلات من العادات والتقاليد والأشياء اللي إحنا منفضل ناكلها أول يوم وتاني يوم وثالث يوم ورابع يوم. اليوم إحنا موجودين بأم الينابيع مع الحجة أم يوسف اللي رح تستضيفنا ببيتها ونشتغل مع بعض نعمل أقراص ونعمل معمول. يلا مع بعض. كل عام وانتم بخير والسلامة. وشكرا لانكم استضفتونا اليوم معكم نعمل مع بعض معمولات العيد. حاجة ام يوسف احكي لنا عن معمول العيد، كيف انت بتعملي، كيف طريقتك؟ احنا بنشتري سميد، بنجيب سميد تركي وبنبسه، بنبسه قبل بيوم، بنجهزه وبنبسه، وبعدين بنعمل له الخميره والحليب والماء الورد وماء الزهر وبنعجنه وبنريحه شويه. بعد ما نريحه شويه بنبدا بخبزه. يلا بدنا نعجن هسه. هاي الخميرة حطينا، هاي الخميرة جاهزة صارت، شايفيتها. حاجة أم يوسف حكينا قديش لك بتعملي معمول؟ يعني من يوم ما خلقت وعيت على الدنيا وأنا أعمل، يعني بيت أهلي كنت أعمل وهون بعمل، يعني مجوز من 40-45 سنة. كل عيد بتعملي؟ والله حسب، لما بكون قادر بعمل، لما بكون لا مش قادر ما بعملش، يعني دايما بعمل، الأغلبية بعمل قراص ومعمول. والله احنا بنتجمع، يعني زي ما تقول اذا كان عندي بناتي موجودات جاراتي بنعمل مع بعضنا البعض، كل 4-5 بنعمل مع بعضنا، يعني يوم بعمل عندنا يوم نعمل عندهم ادهم يوم عند بنساعد بعضنا. يعني حاجة أم يوسف حكينا عن زمان كيف كنت تعمل المعمول وهلأ المواد اللي كنت تستخدميها أول وهلأ. والله بالأول ما كناش يعني نستخدم جوز، نحط كنا نحط بالأول بس تمر، يعني جاي نحط بيه تمر، يعني ما نحط جوز، نحط الصار وحطه جوز وحطه فستق حلبي بيه وحطه، يعني تشكيله ما كان، يعني حسب الماديات، يعني ما كان فيه زي اليوم. اليوم الخير كثير الحمد لله، نحط مرات نحط زبيب مرات نحط، يعني احسب الوجود عندنا، يعني الموجود عندنا. بتحطي بهارات معمول خاصه فيها، يعني بنحطها لها بس نبسها بنحط معها البهارات، سمن والسميد والبهارات مع بعضهم من بعض بنبس. يا حلالي وبعدك حيرني وقربك يا حلالي قربك يا حلالي يا هوا بلادي نسم ونعشني. نعمل قسمات، نعمل شراك، نعمل مردد بزيت، فطاير بزيت، بلحمي، بندورة، ما كنا نعمل معمول، قسمات نساوي. تقريبا قديش احنا بحاجه لوقت نضل نعجن فيه؟ لا خلص كمل، يعني تقريبا يعني انه العجين يتماسك، بس يتماسك شوي. هلا بنتركه يخبر؟ بنتركه شوي بس، يعني ابو نص ساعه ثلث ساعه، وبنخبز القراص، ما بنخبز القراص الا هو جاهز. احنا بعد ما عملناهم دوائر هلا عم نمدهم، بعد ما قرصناه
هسه من رقبي ولعنا الفرن مشان يحمل الفرن. هسه بس يحمل الفرن نبدا بالخبز، نبدا نخبز بالفرن وبعدين بعد ما نخبز ونكمل ندهنه بالزيت ونبدا ناكل. صحتين وعافيه. هاي اهم فقره. بثينه احكي لنا، اولادك بحبوا هاي الاشياء؟ بياكلوها اكيد، خاصه لما تطلع من الفرن تكون ريحتها طيبه وتشدهم كثير. يعني هسه بشوف فيهم بس يطلع كل واحد بده قرص صغير ياكلوه ويمشي. كرماني يا ابو الكيدي لحظة كرماني لحظة كرماني يومي عداني وما بيجي حيله يومي عداني يومي عداني لحظة كرماني يا ابو الكيدي لحظة كرماني لحظة كرماني يومي عداني وما بيجي حيله يومي عداني يومي عداني سيفك رهاوي يعجبني صنعه سيفك رهاوي سيفك رهاوي يجرح ويداوي يرشك يا ولد يجرح ويداوي يجرح ويداوي. هلا حاج ام يوسف، بعد ما تخمرت العجينه احكي لنا هلا شو المرحله؟ بعد ما تخمرت العجينه صرنا نقطع بيها، هسه بنقطعها وبنحشي بيها جوز او تمر وبنحطها بالقوالب وبعدين بنحطها بالصينيه. بعد ما تنكمل الصواني نمل الصواني بنولع الفرن بنحط بالفرن بنشويها بالفرن. طيب ام يوسف احكي لنا، زمان كانوا القوالب نفس هاي ولا كيف؟ لا كانوا قوالب صغيره تبعت بلاستيك هيك زي هذيك القالب، هذا جديد صاروا يطلعوا زي هيك هاي زي القالب هذا، بس هذا اسهل بتطقيه تطلع اسهل. هسه هاي احنا قسم بحشي بيها بالعجوه وقسم بدحبر وقسم بيحط بالصينيه. طيب يلا نشتغل مع بعض. على ديرتنا مجد يا ويلي على ديرتنا على ديرتنا من ما وديتنا تهنا الحبايب من ما وديتنا من ما وديتنا على البرج العالي نطلع وندهلك على البرج العالي على البرج العالي قربك يا حلالي وبعدك حيرني وقربك يا حلالي قربك يا حلالي يا هوا بلادي. هاي جاهزة هيك على الخبز؟ جاهزة على الخبز هاي. هسه بنحطها هناك على جنب ونولع الفرن بس يحمى ونحطها شوية ان شاء الله، بس نكمل الصينية الثانية اللي بالجوز مشان ورا بعضهم نحطها. بس نحطهم ما نخليهم قريبين من بعضهم البعض، نخليهم بعيدين شوي لأنه الزبدة بسيح بيهم ونلزقوا بعضهم البعض هيك بظلوا بعيدين شوي مشان ما يلزقوا بعضهم. طيب هلأ احنا ولعنا الفرن؟ هلأ بدنا نولع الفرن. من ما وديتنا على البرج العالي نطلع وندهلك على البرج العالي على البرج العالي قربك يا حلالي وبعدك حيرني وقربك يا حلالي قربك يا حلالي يا هوا بلادي نسم ونعشني يا هوا بلادي يا هوا بلادي روحي وفؤادي فدوة للوطن روحي وفؤادي. يعطيكوا العافية. هيك بنكون خلصنا صح؟ خلصنا هيك كملنا خبزنا وهيك كملنا، وصحتين وعافية على قلوبك وأهلا وسهلا بيكم إن شاء الله كل وقت. تسلمي، شكرا لكم على استضافتكم إلنا وكل عام وأنتم بخير. بخير وصحة إن شاء الله. يا مسالمين بجاه رب العالمين. تسلمي تسلمي. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. ويلي محلاها على نبع المير ويلي محلاها ويلي محلاها قلبي يهواها البنت الريفية قلبي يهواها قلبي يهواها ويلي محلاها. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير.